أصله، لكن مع كل هذا أن الأمة أجمعت على بغض فاطمة، أجمعت الأمة على بغض فاطمة. شوف بالعهد الأموي فرد يوم من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه بالحيرة، يقول واحد أنا دخلت عليه لقيت الإمام بين إيده تميرات رطب يأكل، قل لي تفضل، قلت له سيدي ما أقدر مزاجي ما يتحمل وشوية خلق ما عندي. قال لي ليش شنو عندك؟ قلت له والله سيدي جاي أمشي بالطريق هسه وشفت موقف ألمني أثرت عليه. قال له وما هو؟ قال له شفت امرأة شايلة مكتل على راسها وعثرت. انت تدري من يعثرون العرب عادة يتنخب شيء يعني مو، فمن عثرت قالت لعن الله قاتليك يا فاطمة. سمعوها الأمن يعرفون منو قاتل فاطمة، خو لا ترك ولا ديلم من الصحابة، ألقوا القبض عليها أخذوها يقتادوها بالضرب. فأنا تألمت كلش وأمروا بها حبست المرأة. يقول الإمام سلام الله عليه دفع الرطب من بين يديه وسالت دموعه على خده، التفت قال لي قم بنا قوم نمشي نطلع. وين يروحون؟ وين الناس تفزع للحكام للملوك، هم وين يفزعون؟ الملك الملوك. قال لهم شو نروح الى مسجد السهلة. اجوا ودخلوا الى مسجد السهلة. اخواني هذا مسجد السهلة هو الامام الصادق سلام الله عليه يقول والله لو استجار به عمي زيد لاجاره الله. هذا بيت ادريس من قبل الطوفان تاريخه، وان شاء الله سيكون مقر الأسرة الكريمة العائلة الكريمة في آخر الزمان لقيادة الدنيا وزعامة الدنيا على يد قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف. الحكي راد لغيرة مو كونكو غيرة إذا راحت الغيرة قطرة الغيرة إذا طاحت بعد ما طلع بي الإمام الصادق يقول دخل إلى المسجد صلى ركعات ثم سجد سجدة طويلة ورفع رأسه. يقول من شال رأس الإمام شفت الدموع مال تبال الرمل عليه. من يبكي الإمام؟ مارة شيعية عجوز انضربت. والتفت لي قال لي قم بنا لقد أطلق سراحها. طلعت على محمد وآل محمد. المهم ودالها الإمام المعصوم من يطمن على حالها، ودالها مصرف وتشكر منها بالموقف.